يعتبر موضوع الاتجاهات من الموضوعات الهامة. ليه؟ لأنها من أهم العوامل الشخصية الداخلية المؤثرة في سلوك المرضى، وبالتالي لما أنا بعرف اتجاهات المرضى ده بيساعد المتعاملين معاهم سواء كانوا الأطباء أو التمريض أو غيره على إن أنا أعرف إيه الاتجاهاتهم أو الآرائهم الإيجابية وأحاول إن أنا أدعمهم، وأعرف السلبيات وأحاول أتغلب عليها، وبالتالي ده بيساعد المتعاملين مع المرضى انهم يقوموا بمهمتهم العلاجية على خير وجه. طيب ايه هي اهمية دراسة الاتجاهات بالنسبة لنا بالذات بالنسبة للمرضى او في سلوك المرضى؟ اول حاجة ان ما انا بعرف اتجاهات القطاعات المختلفة للمرضى عملية اساسية بالنسبة لي كمتعامل معاهم أطباء أو جهاز إداري أو تمريض عشان أقدر أحط الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع هذه القطاعات. النقطة التانية إن الاتجاهات أكيد هي اللي ورا السلوك، بترتبط بالسلوك، وبالتالي لما أنا أعرف اتجاهات المريض تجاه الخدمات الطبية سواء بالسلب أو بالإيجاب أقدر أتنبأ بسلوكه، وبالتالي على ضوء الكلام ده أتعامل معاه. نمرة ثلاثة إن الاتجاهات بتأثر أكيد على السلوك، على الأحكام، على رد فعل الشخص نحو الآخرين أو نحو الأشياء أو الأحداث المحيطة به. النقطة الرابعة إن الاتجاهات قابلة للتغيير، إنما نقدر نوصفها بإنها ثابتة ثبات نسبي، وبالتالي أقدر أدرسها وأقصها وأقدر أحددها وأشوف إذا كنت عاوز أغيرها سواء وخصوصا لو كانت من السلب للإيجاب تجاه مثلا مستشفى معين أو طبيب معين أو غيره من الاتجاهات. طيب هل الاتجاهات دي موروثة أنا بتولد بيها؟ لا، الاتجاهات بتتوصف بأنها متعلمة ومكتسبة، وبالتالي ممكن إن أنا أغيرها قبل للتغيير. طالما حاجة مكتسبة يبقى زي ما اكتسبتها ممكن إن أنا أفقدها أو أستبدلها باتجاه آخر، وبالتالي أقدر أحط البرامج اللازمة عشان أدعم الاتجاهات المرغوبة الإيجابية. وهنا زي ما بنقول وهنا ألغي أو أتغير الاتجاهات السلبية، وخصوصا لو أنا عاوز أغير سلوك غير مرغوب بالنسبة للمريض، يبقى في الحالة دي لازم أرجع للاتجاه اللي ورا هذا السلوك وأحاول إن أنا أغيره. بنعرف الاتجاه بإيه؟ نقدر نقول هو مفهوم بيعكس مجموعة استجابات الفرد اللي هي متمثلة في سلوكه نحو الموضوعات والمواقف الاجتماعية التي تختلف نحوها الأفراد، بحكم أن هذه الموضوعات والمواقف تكون جدلية بالضرورة، أي تختلف فيها وجهات النظر، بمعنى أن اتجاهي سواء بالسلب أو بالإيجاب زي ما بنقول بيكون نحو ما يطلق عليه القضايا الجدلية. أنا عموما بقدر أفرق بين مجموعتين من القضايا، قضايا علمية وقضايا جدلية. القضايا العلمية المقررة اللي هي المتفق عليها، مش محل أخذ ورد، مش ما فيش ناس توافق عليها وناس تعترض عليها. الشمس بتطلع من الشرق، ما حدش يقدر يقول أنا أعترض على كده. إنما في القضايا الجدلية اللي بتحتمل الأخذ والرد، بتحتمل الجدل، بتحتمل إنه يدور حواليها مناقشات، ناس تأيدها وناس تعارضها، ناس توافق عليها وناس تعترض عليها. يبقى أهم حاجة هنا في الاتجاه إنه هو نقدر نعرفه عشان نوضح تعريفه، إنه هو بيكون فقط ناحية ما يطلق عليه القضايا الجدلية. طيب القضايا الجدلية دي يا إما هنا عندي أنا بقبلها أو برفضها، في درجات للقبول ودرجات للرفض، وطبعا ممكن تكون في درجة للمحايدة، أنا لا قابل ولا رافض، أنا لا مؤيد ولا معارض، لأنه ممكن الموضوع أصلا ما يكونش بيهمني أو مش داخل في ضمن في إطار دائرة اهتماماتي. الاتجاه بيتكون إزاي أو بيتكون من إيه؟ نقدر نقول الاتجاه له 3 مكونات أو 3 جوانب: المكون المعرفي، المكون العاطفي، المكون السلوكي. بمعنى ان انا مش ممكن هنا زي ما بنقول اايد او عارض موضوع او شخص او فكره او قضيه وانا ما عنديش معلومات عنها، يبقى لازم الاول يكون عندي معرفه بيها ومعلومات عنها عشان اقدر احدد اذا كنت هوافق عليها ولا هرفضها، مأيدها ولا معارضها. المكون الثاني اللي هو المكون العاطفي اللي هو متعلق بالناحيه الوجدانيه او العاطفيه، مشاعر الفرد ناحيه الشيء ده،
اللي هو محل قبول او رفض، بفضله ولا ما بفضلوش، بحبه ولا بكرهه، بيسبب لي سعادة ولا بيسبب لي شقاء وجدانيا او عاطفيا. المكون الثالث اللي هو المكون السلوكي، بناء على المعلومات وعلى العاطفة. يبقى هنا المكون السلوكي متعلق بان انا بناء على الاثنين دول مستعد ان اتخذ فعل معين ناحية هذا الشيء، على حسب زي ما بنقول قبولي او رفضي له. الاتجاهات بتكون قوية زي ما بنقول، وده بينعكس في السلوك، يعني رد الفعل القوي بيعكس اتجاه قوي ناحية الموضوع، أما رد الفعل الضعيف بيعكس اتجاه ضعيف نحو الموضوع. آخر نقطة عايزين نتكلم فيها في الاتجاهات هي تصنيف الاتجاهات. يمكن تصنيف الاتجاهات على عدة أسس اللي بتساعدنا على التمييز بين اتجاه وآخر. أول تفرقة بين الاتجاه العام والاتجاه النوعي. الاتجاه العام هو الاتجاه اللي بينصب على العموميات نحو موضوعات متعددة ومتقاربة، زي مثلا اتجاه نحو العلاج بالمستشفيات الحكومية. أما الاتجاه النوعي هو الاتجاه اللي بينصب على الجزئيات أو جزء من الموضوع اللي بيدور حوله الاتجاه، زي اتجاه الفرد نحو طبيب معين مثلا. تقسيمة التانية بنفرق بين الاتجاه الفردي والاتجاه الجمعي. الاتجاه الفردي هو الاتجاه اللي بيتبناه ويأكده فرد واحد من أفراد الجماعة، أما الاتجاه الجمعي هو الاتجاه اللي بيشترك فيه عدد كبير من أعضاء الجماعة، زي اتجاههم نحو نوع خاص من أنواع المستشفيات أو طبيب مشهور إلى آخره. التصنيفة التالتة بنفرق بين الاتجاه العلني والاتجاه السري. الاتجاه العلني هو الاتجاه اللي معلن عنه دون حرج أو تحفظ، وغالبا بيكون الاتجاه ده متفق مع معايير الجماعة ونظامها، وبالتالي الإنسان ما بيخشاش إن هو يعبر عنه. أما الاتجاه السري هو الاتجاه اللي بيحرص الفرد على إخفائه، وغالبا بيكون زي ما بنقول غير منسجم مع قوانين الجماعة أو أعرفها اللي بينتمي إليها الشخص. أخيرا بنفرق الاتجاهات بين الاتجاهات الموجبة والاتجاهات السالبة. الاتجاهات الموجبة اللي هي بالتأييد أو بالقبول، الاتجاهات السالبة اللي هي الرفض أو المعارضة. آخر تصنيف عندنا بنفرق بين الاتجاهات القوية والاتجاهات الضعيفة.